السلام عليكم، مرحبا بالجميع. عبد الله، أحمد، رشيد، صوب، مرحبا بأخوتي كاملين، مرحبا بكم. رمضان كريم علينا وعليك وعلى أمة سيدنا محمد، مرحبا بكم. بارطاجيو لي أخوتي عافاكم، موضوع مهم جداً. ان شاء الله غيكون البروغرام ديال رمضان باذن الله، الى كتب الله نديرو اجر وثواب. نبيل سينمائي، مرحبا بك. سيلفر فيست اسماعيل، مرحبا بك خويا. بارطاجيو لي اللايف، الله يجازيكم بخير. ورمضان مبارك سعيد عليكم وعلى أمة سيدنا محمد، باش ما تمنيتو إن شاء الله. نبيل سينمائي، السلام عليكم أختي كوثر. وعليكم السلام خويا، مرحبا بك معايا في اللايف واخا شوية جاي معطل. عزيز الهاوي، مرحبا بك خويا. أكادير مصطفى، مرحبا بك. سعيد الحموني، مرحبا بك، مرحبا بخوتي كاملين. عافاكم بارطاجيو لي اللايف، عندي موضوع مهم، بغيت الاخوان كاملين يكونوا حاضرين. رمضان كريم اختي. سعيد حموني وليد، وعلينا وعليك اخويا، رمضان المبارك سعيد على امه سيدنا محمد اجمعين، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر باذن الله. نبيل سينمائي من ميدلت، اتمنى لك رمضان مبارك سعيد، ولك بالمثل اخي، رمضان مبارك سعيد. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر، كل ما كتمنى في حياتك باذن الله. ونتمنى من الله يهز عنا هذا الوباء ويدوز هذا رمضان زوين، واخا ما غتكونش التراويح، ما يكونش الصلاه، ما غيكونش بزاف ديال الامور اللي تعودنا عليها في رمضان، ولكن ما عندنا ما غنديرو، الحمد لله على كل حال. نبيل عندنا الاخ اوريزون اليساندرو، مرحبا بك. يا يوتوري الباوي، مرحبا بك خويا. الحسين تيفيداس، مرحبا بك. ديما كتقولي ملي تكوني باغي ديري اللايف قوليها لي، انا درت دابا اللايف وانت حاضر فيه، مرحبا بك. نور الدين ازالي، مرحبا. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بك خويا نور الدين. نويقا يوسف، مرحبا خويا، رمضان مبارك سعيد. نويقا يوسف، تحياتي وتقدير اختي، ولك بالمثل اخي العزيز، شكرا بزاف بزاف على الكلام الطيب وعلى الكلام المحترم. جمال خيل، رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير، وانت بالف خير خويا، الله يبارك فيك، مرحبا بك. رمضان مبارك اختي. يا 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 توري الباوي، شكرا لك خويا. حسين سباعي، مرحبا بك خويا. بونسوار بونسوار اتوس، كل عام وانتم بالف خير وصحه نويقا، وانت كذلك خويا، وانت كذلك بالف خير، نتمنى تكون بصحه جيده ودخل عليك هذا العام وهذا رمضان بصحه وسلامه وطول العمر باذن الله. نويقا يوسف، كل عام وانتم بالف خير. تاج الدين ابن التراب، ابن التراب عليك درت اللايف. باش ما تقولش كوثر ما دارتش لي اعتبار، انا غنرد لك اعتبارك اليوم اخويا نور الدين، اخويا تاج الدين. عزيز جائر يشاهد، مرحبا بك خويا. سيمو بحري، مرحبا بك. محمد امين، مرحبا بك. السلام عليكم بخير. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. جميلي بوشعيب، مرحبا بك خويا جميلي، مرحبا والف مرحبا ورمضان مبارك سعيد. محمد امين، مرحبا بك خويا. تاج الدين، تحياتي ولك مني اطيب التحايا خويا تاج الدين. صلاح الدين، مرحبا بك خويا. محمد بوهايا، الحمد لله، الله يبارك فيك اخويا. مسعادي مصطفى، رمضان مبارك كريم، الله يبارك فيك والله يدخل علينا هذا رمضان مبروك ان شاء الله،
وإن شاء الله نصومه ويتقبل منا بإذن الله. سعيد إدريسي، مرحبا بك خويا. محمد إمزيلي، رمضان كريم، الله يبارك فيك خويا، الله أكرم. سلطان هشام، مرحبا بك خويا سلطان. باش ما ننسى حتى شي واحد. الحسين تفيداس، تحياتي الحلة الجديدة، الله يبارك فيك، حلة رمضان. ان شاء الله غادي تكون مفاتات تكون دائما، علاش لا. نشوف غنحاول باش غادي ان شاء الله ندير الحجاب باذن الله. واش انتي كتغني؟ نعم فيصل خويا، انا كنغني. انت لاشين ديالي كنغني. ويلا اليوم شريت المايك، ها هو يلا خديته اليوم، يلا وصلني. الله يكون خير. واش انتي كتغني؟ نعم خويا فيصل انا اغني. مرحبا بك معايا. سلطان هشام، رمضان كريم، الله يكرمك اخويا، الله يبارك فيك سلطان هشام. مرحبا بخوتي كاملين. نور الدين ازالي، مرحبا. كوثر صلاح الدين، كوثر رمضان مبارك، الله يبارك فيك خويا صلاح الدين. حكاليد، حكاليد مرحبا بك خويا. محمد ولد الزين، مرحبا خويا. جمال بن عيسى، مرحبا بك. خدير محاشيم، مرحبا بك خويا. مجيد غوزي، مرحبا بك. مرحبا بكم خوتي كاملين، مرحبا والف مرحبا معايا في اللايف. رمضان كل عام وانتم بالف خير. محمد شيبو، الله يبارك فيك خويا محمد، الله يطول يا عمرك. حكاليد، سلام رمضان مبارك سعيد علينا جميعا، الله يدخلوا علينا بالصحيحة والسلامة ونصوموه كامل بإذن الله ويتقبل منا يا رب العالمين بإذن الله. بارتاجوا أخوتي باش اللي بغى يدخل معنا المسابقة ويكون معنا في المسابقة. محمد شيبو، أناسي صلاح الدين، إبراهيم فالكو، عبد الصمد، مرحبا بكم كاملين. اللي بغى يدخل معنا إن شاء الله في المسابقة مرحبا به. كما غادي تكون مسابقة إن شاء الله كل نهار غادي يكون معنا مشاركين. جو بونس غنديروا 4 ولا 5 المشاركين. كما قلت لكم ان شاء الله غنبداو مسابقه في حفظ القران ولا تجويد القران. الله يجازيكم بخير، بارطاجيو باش تعم الفائده للجميع. فيصل طاهور، وسمعينا صوتك. ان شاء الله خويا ان شاء الله يفوت رمضان ونسمعكم صوتي، علاش لا. ما كرهتش ان شاء الله يفوت رمضان وتكون عندي اغنية خاصة ليا ونغنيها لكم، علاش لا. امال يعقوبي من فاس، رمضان مبارك سعيد عليك حبيبتي. امال يعقوبي كمتبعة المنشورات ديالك، انا من المعجبين ديالك، كنتمنى لك رمضان مبارك سعيد، يدخلوا عليك ربي بالصحيحة والسلامة وطول العمر، تشوفي وليدات كيف كتمني بإذن الله، وقبولاتي قبولاتي، ورمضان مبارك سعيد لك أختي آمال. أسامة دكي، السلام عليكم ورحمة الله أختي، وعليكم السلام ورحمة الله أخي. محمد جغل، رمضان كريم، الله أكرم. بديعة بلا بيدي، مرحبا بك اختي بعديعة. رشيد ماهر، مرحبا بك. جواد طالبي، مرحبا اخي. عبد الرزاق، مرحبا. محمد مولود، مرحبا بالجميع. الله يجازيكم بخير خوتي، جمعتكم اليوم واحد طلب اللي مهم جدا. الاخ وصديق عزيز عليا بزاف الدين، فاعل الخير، وكنظن الاغلبيه الناس غتكون كتعرفوا لانه عنده الصفحات اللي معروفه، كينشر فيها لي فيديو ديالو لفعل الخير. ومؤخرا ضربوا له الصفحه ديالو اعداء النجاح كما كنقولوا. نتمنى تضامنوا معاه ويعني باش ترجع له الصفحه ديالو. بغيناكم غير دخلوا ديروا لي جام تعلقوا في الصفحه ديالو باش ترجع له ان شاء الله باذن الله. لانه حقا انسان تيدير الخير
وما تيبغي بدون مقابل، يعني كيدير الخير بدون مقابل. هادشي اللي كاين. انا ان شاء الله من بعد اللايف غادي ندير الصوره، ندير صوره ان شاء الله للصفحه ديالو، ونتمنى الكل يدخل عنده الصفحه ديالو ويدعمها باش ترجع له باذن الله. كما قلت لكم بانه غادي تكون مسابقه ان شاء الله هاد رمضان، وغادي تشوفوني كل النهار في رمضان، يعني من بعد التراويح اللي غادي نصليو في ديورنا بطبيعه الحال، غادي تكون مسابقه اللي تكون فيها غير نص ساعه، ولا يعني ما غادي تكون مده طويله، غتكون المده اللي غادي يكونوا فيها المتسابقين باذن الله. وان شاء الله في الاخر ديال رمضان، قبل رمضان، غادي نديروا واحد المبلغ مادي اللي غادي ياخذوا الفائز ولا الفائزه بالمسابقه ديال تجويد القران. وبيان سيغ غادي يكون تنقيط من لجنه التحكيم لي من ناس محترفين، والناس عندهم معرفه بالقران الكريم وبتجويد والقواعد ديال القران. نتمنى اللي بغى يتسجل معنا في تجويد القران وفي حفظ القران يصيفط لي في الخاص، وان شاء الله انا غادي ندير رقم خاص بالواتساب باش يتصلوا بيا الناس، باش يتواصلوا معايا الناس، لانه المسابقه غتكون اونلاين في الفيسبوك يعني على المباشر، ولكن المتسابق غادي يكون هنا في الواتساب، يعني غادي يدوز عندي في الواتساب، يعني غادي يكون مباشر دايز عندي في الفيسبوك، والمتسابق غيكون في الواتساب باش نتوما تسمعوا ديالو ان شاء الله. وهذه هي المسابقه ان شاء الله اللي غادي تكون في رمضان. نتمنى اللي شاف واللي بغى يشارك معنا، ولا عنده وليده ولا بنيته بغى يدخل معنا في المسابقه، يبعث لي رساله في الخاص في الميسنجر، وانا ان شاء الله غادي نوصله بالرقم ديالي على الواتساب ان شاء الله. مسابقه زوينه، فقط درناها غير التحفيز للاطفال والناس واي واحد، ماشي بالخصوص يكونوا اطفال، يعني اللي بغى يتسجل مرحبا والف مرحبا. غنديروها تحفيزيه باش الناس يعني يكون عندها واحد درايه بالقران، يكون عندها واحد درايه لانه صراحه القران شي حاجه كبيره عند الله، و رمضان هو يعني هو الوقت المناسب لحفظ القران. ونتمنى اللي بغى يشارك كما قلت لكم، واللي بغى يكون معنا في المسابقه يصيفط لي في الميسنجر. وكما قلت لكم انا ان شاء الله غتبدا المسابقه غتبدا ان شاء الله في الاسبوع الثاني ديال رمضان، من بعد ما غنجمعوا المتسابقين. وغادي بهيه عبد الجبار، مرحبا بك خويا. كما قلت لكم بارطاجيو اللايف، الله يجازيكم بخير، باش يكون عندنا عدد كبير ديال المتسابقين وعدد كبير ديال الناس اللي بغاو يكونوا معنا في المسابقه ديال حفظ القران وتجويد القران ان شاء الله. كما قلت لكم غادي يكونوا معنا اساتذه، واولهم الاستاذ دريس حملي، حاصل على اجازه في علوم التسيير والتدبير بجامعه الحسن الثاني، طالب بسلك الماجستير بالمدرسة العليا للتجارة والتسيير بالدار البيضاء شعبة تسيير المراكز الصحية، أستاذ قواعد تجويد ومحفظ القرآن الكريم للمسلمين غير الناطقين باللغة العربية، مقرئ حاصل على جوائز وطنية ودولية، المرتبة الرابعة في جائزة التحبير العالمي لتجويد القرآن سنة 2017، وممثل المغرب في جائزة كتارة العالمية للقرآن سنتي 2018 و2019، وممثل المغرب في المسابقة الدولية للقرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرع الترتيل 2020. هذا هو الأستاذ اللي غادي يكون معنا في لجنة التحكيم، وهو إن شاء الله اللي يعطينا التنقيط ديال التلاميذ اللي غادي ولا المشاركين اللي غادي يكونوا معنا إن شاء الله في المسابقة. واللي بغى كما قلت لكم يشارك يصيفط لي في الخاص في الميسنجر، ولا نورمالمون في الميسنجر، ولا يخلي لي هنا في اللايف لتحت يخلي لي رساله، وانا غنسجله ان شاء الله عندي،
وكما قلت لكم الاسبوع الثاني غادي نبداو المسابقه، وغادي نكون معكم كل ليله من بعد صلاه التراويح، غادي نكون معكم ان شاء الله حاضره ناظره باش نوصلكم بالمتسابقين. وكما قلت لكم غادي يكون عندي رقم خاص في الواتساب، غادي ناخذ رقم جديد ديال الواتساب، وهو اللي غادي ندخل فيه المتشاركين باش تسمعوهم مباشر، باش تسمعوا نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الفكره. كما قلت لكم اللي عنده شي وليد ولا شي بنيته وبغى يشارك في المسابقه ديال حفظ القران وديال تجويد القران في رمضان، هذه هي الوقت المناسب باش يكونوا فيه الاطفال وليداتكم، يعني من بعد التراويح غادي نتواصل معكم وندوز لكم المتسابقين ان شاء الله باش تسمعوهم، وانتم غادي تكونوا لجنه الاراء ديالكم بيان سور كتهمنا، واللي عنده شي فكره ولا عنده شي حاجه يوصلنا بها ان شاء الله، وحنا يعني منكم نستفيد. كما قلت لكم راه قلت لكم الاستاذ اللي غادي يكون معنا في لجنه التحكيم اللي هو الصديق ديالي عزيز عليا بزاف بزاف، وغادي ينفعنا وغيفيدنا، وان شاء الله هذا الشيء ناقشوا مع اصدقاء ديالي وقالوا لي علاش كوثر ما ديريش ما تشوفيش مع الاستاذ ادريس يدير لنا حصص لتحفيظ وقواعد القران الكريم. انا غنناقش معاه الموضوع ولا كان بوسيبيليتي، حتى هو كيقرا بيان سيغ وعنده خدمته وعنده بزاف ديال المسائل، كانت عنده بوسيبيليتي ديك الساعات راه غنشوف من الوقت توقيت في رمضان نورمال شويه صعيبه، بنادم كيبغي يطيب اللي كيبغي يوجد اللي عنده وليداته، سيرتو دابا مع الحجر الصحي الناس لا بلي بار كتحفظ مع وليداتها باغ انترنيت، يعني كيكونوا مشغولين مع وليداتهم. المهم انا غادي نحاول نشوف معاه ونحددوا واحد الوقت، وان شاء الله علاش لا تاخذوا دروس في تجويد وقواعد تجويد القران الكريم. نسلموا على الاخوان اللي دخلوا معنا جداد. محمد مولود مرحبا بك خويا. امير علي وين بوكوتي مرحبا بك. محمود عبدو اخي العزيز وصديقي في المعهد ديال الموسيقى مرحبا بك خويا. احمد ريان مرحبا بك اخي. عبد الرحمن بوطالب مرحبا بك اخي كذلك. علا انريك مرحبا خويا. بهية عبد مرحبا خويا. حميد حمو مرحبا. علي جيتاريس خاصني ندير انا شي ديو عالي، قلت لك داك المره مازال ما كتبتش ان شاء الله باذن الله. مرحبا بك خويا علي. خديجه النجمي حبيبتي الجميله مرحبا بك. جواد مرحبا بك اخي يحيى العزيز والغالي، مني لك اغلى التحايا مرحبا، وشرف لي تكون محاضر معايا في اللايف ديالي. غازوت الكبير مرحبا بك اخي، نورتوني وشرفتوني في البث المباشر ديالي. حمدان نصر مسطى مرحبا بك اخي كذلك. مرحبا بناس الصحراء الصحراء المغربية. أيوب بوداود مرحبا بك خويا. عبد القدوس المغراوي. أشرف هشام الوالي. سيف الدين تازي مرحبا بكم خوتي كاملين. كما قلت لكم بارتاجيو اللايف لتعم الفائدة باش يكون عندنا إن شاء الله واحد تغيير بسيط في رمضان بإذن الله، بما أنه ما عندناش صلاة التراويح ما غنقدروش نمشيو لها، غنصليوها في ديورنا، ولكن غتكون بادرة طيبة من غنديرو مسابقة إن شاء الله مورا التراويح، غنصليو في ديورنا بيان سيغ، ونكونو إن شاء الله في ديورنا ونتواصلوا مع وليدات وشباب اللي غيشاركوا معنا في حفظ القرآن، منها نديرو أجر ومنها نديرو تحفيز الدراري اللي غيكونوا معنا بإذن الله، علاش لا. وهكا غادي في الاخر ديال المسابقه اللي هو غتكون ان شاء الله في 28 ولا 29 في هذا في ماي جو بونس ان شاء الله، غادي يكون الاعلان على الجائزه شكون اللي غيكون واخد الجائزه، شكون اللي يفوز بها. وديك الساعه داك المبلغ المادي اللي تجمع من المحسنين اللي طلبوا مني انه ندير هاد المسابقه، هما بغاو يشجعوا الناس باش تحفظ القران وباش تكون بادرة طيبة في هذا رمضان، هذا ماشي عيب، فكرة زوينة، كنشكرهم على هذه الفكرة هذه. لذلك ما بغيت منكم حتى شي حاجة غير بارطاجيو باش توصلوا تعمل الفائدة عند الجميع،
ونشاركوا كاملين في الاجر والثواب ديالنا باذن الله. واللي عنده شي اقتراح ولا شي فكره مرحبا به، مرحبا بالجميع. اللي عنده شي اقتراح ولا شي فكره مرحبا، والف مرحبا بكل شيء. كنت يعني بكم نتوما، حنا الحمد لله كاينين. هذا الشيء اللي كاين. نبيل روماني، اللي عنده شي فكره اخرى وبغى يضيفها لنا مرحبا والف مرحبا، ما عنديش مشكل. اللي عنده شي فكره ولا عنده شي بادره بغى يقولها مرحبا به. حنا كنا من الحمد لله كنتعاونوا مع بعضياتنا، كنشوفوا اللي فيها الاجر والحسنات ومنفعه لوليداتنا ولراسنا حنا نيت، راه كنديروها بيان سور. وهذا الشيء اللي كاين ان شاء الله. انا غندير الاعلان غنكتب ان شاء الله الاعلان ديالي في الصفحه مع لجنه التحكيم اللي غادي تكون تكون كتنقض. هما غادي يكونوا جنود الخفاء، ما غاديش يحضروا بيان سور اونلاين، ولكن غادي نقطوا وغادي يعطيو الراي ديالهم في المتسابقين. حنا ان شاء الله كما قلت لكم غادي تبدا المسابقه، ماشي غدا، ماشي بعد غدا، غنخلي واحد حتى يتجمعوا المتسابقين. يعني غادي تكون باذن الله واحد خمسة ولا ستة. حنا كل نهار كما قلت لكم انا في رمضان غادي نكون معكم شاك جوغ، غنحضر معكم شاك جوغ مورا التراويح، نصلي صلاتي وباذن الله مورا التراويح غادي نكون حاضره معكم، ونطلع معايا التلاميذ ولا المتسابقين اللي غادي يكونوا معايا باذن الله، وغادي ندوزهم في الواتساب كما قلت لكم. غادي ندير رقم خاص في الواتساب وغندوزهم اونلاين، غتشوفوهم وغتسمعوهم باذن الله. وانتوما يعني غتكون لجنه التحكيم، مي حتى الناس المتفرجين غادي يعطيونا الراي ديالهم، لان الراي ديالكم مهم بيان سور في هذا الشيء كامل. بكم نتوما، ما كنتوش نتوما ما كاين حتى شي حاجه. هذا الشيء اللي كاين، اللي عنده شي اضافه يفيدنا بها، وحنا معاكم. اللي عنده شي اضافه يفيدنا بها مرحبا والف مرحبا بالجميع وبالاراء ديالكم، لان حفظ القران وسيرته في رمضان شي حاجه زوينه وشي حاجه مقدسه عند الله. هادشي اللي كاين خوتي. نتمنى تكون فكرتي عجبتكم، نتمنى تعطوني اقتراحات. اخ يحيى نتمنى تزيدني شي اقتراح الا عندك شي حاجه. بيان سي رايي ديالك تهمني بزاف بزاف، انت تبارك الله عليك عندك افكار رائعه وجميله وفي المستوى بيان سي. نتمنى تفيدني الا عندك شي فكره نزيدوها ونضيفوها على هذا البروغرام هذا اللي بغينا نديرو في رمضان. بيان سور حفظ القران شي حاجه زوينه كما قلت لكم. نقراو عاوتاني. راسيفي علي مرحبا بك خويا. نبيل روماني مرحبا اخي. عبد القادر العمراني مرحبا بك. زيزي رضا حبيبتي الجميله مرحبا بك، هذا نهار كبير اللي دخلتي معايا فيه. هشام الوالي اخي العزيز مرحبا بك. اشرف عبد القدوس المغراوي مرحبا بك خويا، مرحبا بالاخوان كاملين. نقراو الميساجات اللي جاونا من الاخوان. زيزي رضا السلام عليكم، السلام ورحمه الله تعالى وبركاته حبيبتي. رمضان مبارك سعيد، الله يدخلو عليك بالصحيحه والسلامه وطول العمر، وكل ما كتمناي نشوفك ان شاء الله واقفه على رجلاتك بصحيحه. طوب صحيحه من نخرج انا وياك تجري. زيزي عواشر مبروك، الله يبارك فيك حبيبتي الجميله، الله يطول يا عمرك. عبد الرزاق الكبي فكره هائله، اتمنى لها كامل النجاح والتوفيق. شكرا لك اخويا، وان شاء الله باذن الله غتكون فكره ناجحه بالدعم ديال الاخوان بحالك، وهذا شرف لي تكون معايا. عبد الرزاق الكبير، هل من الممكن ان نحدد حفظ الاحزاب على حسب المستويات للاطفال وباقي الفئات العمريه الاخرى؟ سان في بليزير. حنا تلاميذ ديالك، عطينا النصائح
وحنا معاك اخويا عبد الرزاق. هادشي اللي بغيت ناس اللي تعطيني افكار اللي نضيفوها على المسابقه باش تكون مسابقه في المستوى. مرحبا بك اخويا، سان في بليزير، وفكره رائعه جدا، ومرحبا والف مرحبا. ولن راح تكون هاد المسابقه. ايوب بوداوي بوداود، ديزولي على الخطا خويا، غادي تكون هنا في الصفحه ديالي ان شاء الله في الفيسبوك، ولكن المتسابقين غيكونوا معايا في التليفون في الواتساب، وغادي غادي تسمعوهم اونلاين، يعني غيكون على المباشر في سميتو في الواتساب، وغادي ندوزهم غنطلق سميتو وعندي الميكرو كذلك، وباش تسمعوهم بصوت جيد وتسمعوه وتسمعوا تجويد القران الكريم. كما قلت لكم غتكون حاضره معايا لجنه التحكيم اللي غادي تكون في المستوى باذن الله، وناس في الدومين. وين راح تكون هذه المسابقه؟ خديجه نجمي، شكرا اختي على البارطاج. عبد اللطيف مصواب، مرحبا بك خويا. عبد الجليل ازناق، مرحبا بك. محمد سهلان، مرحبا. مرحبا بالاخوان كاملين. وكما عطانا الاخ عبد الرزاق فكره، نتمنى حتى نتوما تفيدونا بافكار وتزيدونا باش نزيدوا القدام وتكون مسابقه في المستوى، لانه حقا كنحتاجوا بحال هاد المسابقات، كنحتاجوا بحال هاد لي لايف. كفانا من لا 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 لا، بغينا شي حاجه اللي مفيده لينا ولاطفالنا والمجتمع ككل، مفيده للاسلام، تزيد الانسان ثقافه بالدين ديالو بالاعراف ديالو بالاسلام. يعني نتمنى تزيدونا افكار كما عطانا الاخ عبد الرزاق افكار، وانا غنتسناك اخويا عبد الرزاق في الخاص باش تعطيني توصلني الفكره اكثر واكثر، ونناقشوها مع الناس اللي غتكون في لجنه التحكيم. وفريمون فرحتيني ملي شاركتي معايا هذه الفكره. هذه اللي عنده فكره اخرى يفيدنا بها. وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد. الصراحه انا كنحماق على هذا الشهر هذا، ولكن ضرني في خاطري بزاف ملي غنكونش في صلاه التراويح اللي كندوزها دائما في مسجد حسن الثاني مع الشيخ القزابري، اللي معروف جو بونس عالميا بانه يعني واحد الامام اللي سيدنا نصره الله كيعتز به وكيفتخر به وكيصلي به في صلى به العام اللي فات في ليله 27. هي اللي ما هي اللي بقات هي انا، حيت كنت في ليله 27 غنصلي معاه صلاه التراويح، وغادي نختموا القران الكريم، ولكن ما قدرتش لانه مشى صلى بسيدنا نصره الله والله يطول ليه العمر، وما قدرتش لذلك خلى ختام القران الكريم حتى الليله ديال العيد، وانا ما قدرتش نحضر معاه وبقى في الحال. وكنت عوال هذا العام نمشي ان شاء الله وندوز معاه عاوتاني رمضان والتراويح كامله ونختم معاه القران، ولكن الخير فيما اختاره الله. محمد زيكو، رمضان مبارك، فكره شابه. الله يبارك فيك خويا محمد زيكو، مرحبا بك. عبد اللطيف عرفان، رمضان مبارك. الله يبارك فيك خويا عبد اللطيف. ايوب بو داوود، وراح نعطيكم بغيت الراي ديال الاخوان كاملين لان الراي ديالكم كيهمني خويا. مرحبا بك والف مرحبا. عبدو تازا، رمضان كريم. يهمك اخويا والله يبارك فيك، رحالنا كيف. شكرا جزيلا على الوريضه. سيمو فرح، مرحبا بك خويا العزيز، هذا شرف لي تكون معايا. عبدو اصل، اسماعيل زيواني، خوت كاملين. وكما قلت لكم اللي عنده شي فكره ولا عنده شي مبادره يفيدنا بها، وحنا كاملين خوت. وكما قلت لكم انا بغيت هذه المسابقه تنجح وتكون مسابقه من المسابقات اللي ما عمرها تنسى، وتبقى سنه 2020 رمضان ديالها متورخ في الفيسبوك وفي الانترنت بهذه البادره هذه ديال حفظ القران، وتكون ان شاء الله من المسابقات المميزة بإذن الله. نرجعوا للميساجات. عبد الرزاق العكبي، أنا مستعد ورهن الإشارة إن شاء الله تعالى. شكرا لك بزاف أخويا، هذا المضنون فيك والله يكثر من تالك.
أيوب بوداود، رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، وربي ارفع عنا هذا الوباء إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا أرحم الراحمين، ينزع علينا هذا الوباء ونرجعوا لحبابنا ونرجعوا لصلة الرحم ويرجعوا الناس اللي مغربين لوليداتهم والأهل ديالهم. كما شفتوا لا ديغنيغ فوا درت واحد اللايف على كتخدم في مدينة طنجة باش يعني معيشة والديها، وتقطع بها الحبل وبقات في مدينة طنجة مسكينة. لحني الله رحيم والديها في مدينة بين فاس ومكناس، وما لقاتش كيفاش ترجع لهم لان ترونسبور مقطوع، وهضره طويله وبقات فيا، ورا درت اللايف والحمد لله تجاوبوا معاها ناس. ايوب وداوي، رمضان مبارك كل عام وانتم بالف خير، ويربي يرفع عنا هذا الوباء، امين يا ربي امين. زروالي محمد، نعم اختي الكريمه احسن بكثير هذه الفكره، حفظ القران الكريم حفظ القرآن الكريم أحسن بكثير من التفاهات. أكيد خويا، أكيد خويا الزروالي، مرحبا بك معنا. خالد هاجر، تحية لك من الجزائر، رمضان كريم، ولك مني أفضل تحية خويا العزيز، والناس الجزائر خوتنا وحبابنا وجيراننا، نتمنى ربي إن شاء الله يفك علينا هذا الوباء ويهز عنا هذا الوباء، وإن شاء الله ونرجعوا حبابه كما كنا دائما تواصلوا مع بعضياتنا. وراني نعزكم بزاف 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 صحاب الناس الجزائر، لان عندي اصدقاء، ماشي اصدقاء، خوتي وحبابي جزائريين، الله يعمر لهم الدار صراحه. خالد هاجر، تحيه ليك من الجزائر، شكرا ليك خويا. نور الدين لورفي، السلام عليكم، شنو موضوع اللايف خويا نور الدين؟ موضوع اللايف هو ان شاء الله غادي تكون مسابقه في رمضان ان شاء الله، غتبدا من الاسبوع الثاني في رمضان، غتبدا في الاسبوع الثاني ان شاء الله. غادي نديرو مسابقه لحفظ القران للناس اللي بغات تحفظ القران، وغادي تكون ان شاء الله باذن الله جائزه نقديه، غادي تجمع من الناس المحسنين اللي طرحوا هذه الفكره، باش تكون ان شاء الله فكره ديال حفظ القران. طاهري جواد قال لكم ان شاء الله غتبقى، غيبقى هذا رمضان ديال 2020 متورخ، ولكن غادي نتورخوا ان شاء الله بهذه المسابقه اللي غتبقى زوينه باذن الله، وغتبقى عندها بادره طيبه. محمد شريف جيرس ازول، ما فهمتش شنو بغيتي تقول اخويا، ولكن مرحبا بك. عبد العزيز الطاهري، مرحبا بك. عبد الرحمن ايت الكادي، مرحبا خويا والف مرحبا. مرحبا بخوتي كاملين، وهذا شرف لي انكم تكونوا حاضرين معايا دابا، ماشي من عوايدي انني ندير لايف بالليل، ولكن درت هذا اللايف ان شاء الله على قبل القران الكريم، باش تكون مسابقه اللي بغى وليداتو يشاركوا، اللي بغى خوه ولا حفيده ولا اي واحد يشارك في هذه المسابقه يدخل معنا، مرحبا والف مرحبا. يصيفط لي في الخاص، الله يجازيكم بخير، صيفطوا لي في الخاص وانا غادي نسجل، غتكون بالترتيب بيان سيغ، اللي دفع هو الاول، اللي الثاني الثالث، يعني ما غاديش تكون فرزيات، ما غاديش يكون حياز لشي حد، ولا كلنا سواسيه، ما عندي لا هذا ولد خويا لا هذا ولد اختي، لا نو ما كاينش داكشي، وربي شاهد عليا. غادي يكون مسابقه، غادي تكون مسابقه، هانتوما صيفطوا لي، راه الناس كيصيفطوا لي دابا في الخاص، اللي بغى مرحبا والف مرحبا. كما قلت لكم انا راه ما عنديش حيز من جهتي حد، واخا يكون ما عرفتش شكون جا، هو الاخر غيبقى هو الاخر، وغتكون مسابقه بإذن المستوى كما قلت لكم. رجعوا الميساجات شويه. عزيز اس، مرحبا بك. جون جيمس، مرحبا. طاهري جواد، تبرج طاهري جواد، ما فهمتش اخويا شنو بغيتي تقصد. مصطفى طه، الله يجازيك بخير اختي، الله يبارك فيك خويا، الله يطول يا عمر، هذا واجب. ايوب بوداوي، الله يعزك اختي، وحتى انا الجزائر نحبو
هاد المبادرات الخيرية حاجة مليحة خويا، الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. نور الدين العرفي: مشكورة أختي، مبادرة طيبة تؤجرين عليها إن شاء الله. آمين يا ربي آمين. هادشي اللي بغينا خويا نور الدين، هادشي اللي بغينا. والإنسان ما غيدي معاه حتى شي حاجة، جالسين ما كاين ما غيدار. اللهم الانسان يدير واحد البادره طيبه اللي غيستافدوا منها الدراري، اللي غيستافدوا منها الاباء، اللي غادي تشغل الوليدات واحد الحاجه اللي زوينه اللي من مصلحتهم، غادي تعرفهم بدينهم باسلامهم، غتحفظهم القران الكريم اللي هو واجب على اي واحد انه يحفظه باذن الله. محمد السيك: مرحبا بك خويا. زكريا فاضلي في دالي: مرحبا بك ايضا. واللي عنده ولا عنده شي بادره نزيدوها ان شاء الله في هاد المسابقه، مرحبا والف مرحبا، ما عنديش مشكل. الاراء ديال اي واحد تحترم وصراحه غتفيدنا كذلك. اي واحد غادي يعطينا شي اقتراح ولا شي فكره غادي تفيدنا. رضوان يوسف: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اخي سيمو: ديالاش مسابقه خويا ديال حفظ القران؟ غنديروها باذن الله في هذا رمضان، غتبدا من الاسبوع الثاني في رمضان. كما قلت لكم كل نهار غادي ندير من بعد صلاه التراويح باذن الله، الله يقبل منا ومنكم من جميع أمة سيدنا محمد. من بعد صلاة التراويح غادي تكون عندنا واحد نص ساعة في البث مباشر، غادي يدوزوا فيها المتسابقين اللي هما ديجا صيفطولي باش نقيدهم، وغادي غادي نعطيهم الرقم ديال الواتساب وغنتواصل معاهم بإذن الله في الواتساب، وغيدوزوا أونلاين في اللايف وغتسمعوهم بودنيكم، وانتوما كذلك غتحكموا وتعطونا الاراء ديالكم. واللي عنده علم وعنده درايه في القران وفي قواعد تجويد القران يصيفط ليا، يكون حتى هو في لجنه التحكيم ما عنديش مشكل. سعدين رضوان يوسف: انا باغي نتزوج. خويا كاين عمو الباريزي عنده واحد البرنامج ديال الزواج على سنة الله ورسوله، تقدر اخويا تمشي لتما، وكاينين الناس باغيين وبنات باغيين يتزوجوا، وتمشي اخويا ودفع لهم الله يسهل عليك. هنا كاينه مسابقه ديال تجويد، بغيتي تحفظ القران وبغيتي تجويد القران اجي مرحبا بك. زكريا فضيلي: اي سؤال في الدين مرحبا بكم. شكرا لك خويا زكريا، وشكرا الدعم ديالك. هذا هو الجواب اللي خاصني نعطي لهذا السيد. يعني اي سؤال في الدين مرحبا بكم، ولا اللي بغى يحفظ القران مرحبا. ناديه طصافي: مرحبا بك اختي كذلك، مرحبا بالاخوه كاملين. وكما قال لكم الاخ زكريا: شكرا لك اخويا حيت فريمون جيتي في الوقت المناسب. حميد الفضالي: مرحبا بك خويا. ها انتم سمعوا الاخ يحيى هو الاخ العزيز عليا، وما نكذبش عليكم، رائع رائع رائع. هو الاول كيتبرع بألف درهم للفائز، اول مبلغ غادي يجي للفائز بجائزة حفظ القرآن هي ألف درهم من الاخ يحيى. شكرا لك خويا يحيى، شكرا لك وعلى المبادره ديالك. الناس طيبه والناس اللي كتبغي الخير. رضوان يوسف: خويا راه ما كنزوجش هنا، الا بغيتي تزوج راه كاين اخويا برنامج ديال الاخ اش كيقولوا له يا ربي، عمو البارزي راه عنده برنامج كيزوجو فيه. الا بغيتي تمشي تزوج اخويا سير الله يسهل عليك، راه كاين تما دخل دير اوفيسيال عمو بارزي غيطلع لك فيه شلا بنات باغين يتزوجوا. حنا هنايا كما قلت لك راه برنامج، الا بغيتي تشارك في مسابقه ديال حفظ القران مرحبا بك. ماروك لايف: شكرا ليك يحيى خويا العزيز. واش اختي يمكن تقولي امتى خويا بيست معاد؟ قلت لك اخويا ان شاء الله من دابا
غادي نبدا نجمع في المتسابقين، يعني غنقطع معكم دابا وغندخل الخاص غنجمع الاسماء ديال المتسابقين، وغتبدا ان شاء الله باذن الله المسابقه في الاسبوع الثاني ديال رمضان. كل ليله من الاسبوع الثاني ديال رمضان غادي نبدا نطلع مورا التراويح، وغطلع معايا لجنه التحكيم، هما غيبقاو غيبقاو جنود الخفاء، ما غاديش يبانوا. وغادي يتصنتوا، غيتصنتوا المتسابقين والتجويد ديالهم والاداء ديالهم، وان شاء الله باذن الله من بعد المسابقه غادي يديروا هما التنقيط ديالهم، وغيحطوا الفائز ديال داك النهار. وفي اخر الاسبوع غادي يعلنوا على الفائز ديال داك الاسبوع، والفائز ديال داك الاسبوع غادي يتسنى الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، الاسبوع الثالث ان شاء الله هو غادي يكون في لو 29 لو 28، يعني الليله اللي قبل العيد، غادي نعلنوا على بين دوك ثلاثه ديال الفائزين شكون الفائز اللي غياخذ داك المبلغ المادي اللي هو يستاهله. هذه كتشجيع، وكما كتشوفوا هو الاخ يحيى هو اول من بادر باعطاء 1000 درهم للفائز، ومازال ان شاء الله محسنين غادي يعطيو اللي هما قالوا لي حنا ان شاء الله غادي نساهموا في هذه المسابقه هذه، باش كما كنقولوا حنا بغاو الاجر عند الله، يعني بسببهم هما غادي يحفظوا ناس القران، وغادي نشجعوا ناس باش يعني تدخل هاد الفكره هذه لراسها، وباذن الله غتبقى هاد رمضان ديال 2020 اللي ما صليناش فيه التراويح غتبقى متورخه باذن الله، وغيبقى هاد الشيء موثق كوم كوا بانه حنا مسلمين، ماشي الا مشينا للجوامع حنا مسلمين، وحنا كنامنوا بالاسلام وبالدين الاسلامي ديالنا وبرمضان ديالنا في ديورنا ان شاء الله، وغنديروا هاد البادره هذه باش تكون بادره طيبه. ها انا جاوبتك اخويا معاذ عبد العالي اشكاج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اخي. علي يوسف مرحبا بك خويا. حسن ديزرغان امتى صلاه التراويح؟ لا حول ولا قوه الا مع من غتهضر، مع من غتهضر؟ نادر سطاوي، كمال حفيظ بن يحيى مرحبا بكم خوتي. وكما قلت لكم بحال الاخ قبيله عطانا فكره انه غادي يقترح علينا الايات اللي غادي تعطى لكل واحد على حسب السن ديالو. نتمنى حتى نتوما اللي عنده شي فكره وبغى يضيفها للمسابقه يعطيها لنا، الله يجازيه بخير هكا باش نحسنوا من المسابقه ديالنا وتكون في المستوى باذن الله. تكون مسابقه في المستوى، كنظن غنكتفي بهذا القدر هذا، وتكون الرساله وصلت للجامع. اوكي انا معاك اختي باش ما احتاجيتوني. خويا معاد شكرا لك اخويا، الله يطول لي عمرك، الله يبارك فيك، وشكرا لكم جميع المتابعه. وكما قلت لكم اللي بغى يشارك، اللي بغى يشارك ولا بغى يكون معنا في المسابقه الله يجازيكم بخير، صيفطوا لي غير في الخاص، لي في الخاص باذن الله. وانا ان شاء الله راه غادي نقيد اللي عنده وليد، اللي عنده حفيد، اللي عنده خو صغير، اي واحد بغى يتقيد في هذه المسابقة ويكون حاضر معنا مرحبا وألف مرحبا. وخويا معاد مرحبا بك، ترى غترسل لي إن شاء الله في الخاص، ونتواصل معك بإذن الله باش نضيفوا أفكار أخرى ونزيدوا حويجات أخرى، وإن شاء الله غيكون جروب مع الناس اللي معنيين بالأمر، يعني المتسابقين وكذلك لجنة التحكيم. وهذا الشيء اللي كاين كنظن الفكرة وصلت للجميع. ماروك لايف، عزيزتي الآنسة كوثر، أقدم لك قناتي ماروك نيوز تي في لمشاركتها اللطيفة في شهر رمضان المبارك. من الرائع أن يستمتع الأطفال
برؤيتهم. مرحبا خويا يحيى، مرحبا وألف مرحبا. مرحبا، ما عنديش مشكل نشوفه مع الناس ونشوف ننسق انا وياك في الخاص ونشوف شنو غنديرو. ومرحبا، سان في بليزير والله. بحال هادو انا كندير لهم هكا، يعني ما كنضيعش معاهم الوقت. هادشي اللي كاين. خوتي شكرا، شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على المتابعة، ونتمنى تكون الفكرة نالت الإعجاب ديالكم جميع. وكما قلت لكم، اللي عنده شي فكرة ولا عنده شي بادرة ولا بغى يضيف شي حاجة لهذه المسابقة، احنا كاملين خوت الحمد لله، وكنجريو في الخير، كنجريو على الحاجة اللي غتنفع الأطفال ديالنا. محمد بن عبد الله، بالتوفيق وانا معكم فاش ما احتاجيتوني ان شاء الله. خويا شكرا لك بزاف. ما فهمت اخويا الجواد شنو بغيتي تقول. المهم كنشكركم خوتي على المتابعه، وكما قلت لكم اي واحد بغى شي فكره ولا بغى شي معلومه يتواصل معايا في الخاص في الميسنجر، وانا غنجاوبه باذن الله. كما شفتوا اول مساهمه، مازال كاع ما بداش المسابقه، واول مساهمه هي 1000 درهم من الاخ يحيى اللي بالديار الاوروبيه حتى هو. ان شاء الله غادي تكون اول بادره ديالو هي 1000 درهم، يعني دش لينا المسابقه بواحد 1000 درهم. كنشكروه جزيل الشكر، وكنحييه من هذا المنبر، وان شاء الله علاش لا نتفقوا نديروا يعني البث والمسابقه في لاباج ديالو، يعني الاذاعه ديالو، وان شاء الله يكون خير باذن الله. ومني لكم احلى التحيه، ورمضان مبارك سعيد بكل ما تمنيتوا باذن الله. الله يدخلوا علينا وعلى ام سيدنا محمد بالصحه والسلامه وطول العمر، والله يثبت الاجر لنا جميعا. خليتكم على خير. كما قلت لكم، اللي بغاني يتواصل معايا في الخاص ان شاء الله، وغادي نقيد الاسم ديال الوليدات اللي بغيت تسجلوا. واللي عنده شي فكره ولا اي اضافه يخليها لي في التعليق، وانا غنتواصل معكم، والى اللقاء. شكرا لكم، شكرا.